مساء الخير على مشاهدي ومتابعي أبو كبير ميديا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في لايف جديد من داخل مركز شباب الجزيرة لتغطية مباراة مصر والكونغو الديمقراطية. وكلنا عارفين حضراتكم طبعا أن المنتخب يواجه غياب صلاح بسبب الإصابة وسفره لليفربول لتلقيه العلاج الطبيعي، وسوف ننتظره في مباراة نصف النهائي بإذن الله إذا فزنا اليوم على الكونغو الديمقراطية. وهنراجع مع حضراتكم سريعا تشكيلة المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية. في حراسة المرمى محمد أبو جبل، أحمد فتوح وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني. في الدفاع محمد نني وحمدي فتحي ومروان عطية في وسط الملعب، وتريزيجيه وأحمد سيد زيزي ومصطفى محمد في الهجوم. وحضراتكم باقي من الوقت 15 دقيقة على بدء انطلاقة مواجهة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية. وهنذكر حضراتكم بالنتائج في دور المجموعات لمنتخب مصر. مصر لعبت 3 مباريات في دوري المجموعات، كانت كل المباريات فيهم عصرها الحظ بالتعادل الإيجابي أمام موزمبيق بهدفين مقابلهم هدفين، وأمام الرأس الأخضر في المباراة الأخيرة بهدفين أمام هدفين. وأمام غانا أيضا كانت النتيجة هدفين لهدفين. زي ما حضراتكم شايفين الأجواء مشتعلة هنا في الجزيرة لانتظار منتخبنا الوطني، وكل الناس هنا بتشجع منتخب مصر، وكل الحب لمنتخب مصر بشعار شجع مصر أبدا ودائما. زي ما حضراتكم شايفين الأجواء مشتعلة جدا هنا. خلينا ناخد جولة سريعة مع المشجعين ونسألهم على توقعاتهم في مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية. ممكن نسأل حضرتك على توقعك النهاردة في ماتش منتخب مصر؟ إن شاء الله توقعاتي النهاردة لمباراة المنتخب كل التوفيق طبعا لمنتخبنا المصري، وإن شاء الله يفوز المنتخب المصري 3-1. إن شاء الله تريزيجيه يسجل وزيزو يسجل، ونتمنى فعلا تخلص مباراة النهاردة وإحنا مبسوطين وإحنا فرحانين. حضرتك شايف غياب صلاح مؤثر ولا مش مؤثر على المنتخب في مباراة اليوم؟ طبعا غياب صلاح أكيد الجانب المعنوي هيأثر طبعا على اللاعبين، كنا نتمنى وجود محمد صلاح، ولكن هو دلوقتي بيتعافى وبيتعافى علشان لما ربنا يوفقنا في مباراة النهائي إن شاء الله يكون موجود معانا. بنتمنى له التوفيق طبعا، وبنتمنى إن هو يتعافى على خير، ده المهم طبعا إن نطمن على محمد صلاح وصحة محمد صلاح. كانت نتائج منتخبنا المصري مش أحسن حاجة في الثلاث مباريات القدام اللي لعبوهم في دور المجموعات. طبعا يمكن الثلاث مباريات خرجنا بتعادلات، يعني كان تعادل جارح جدا للجماهير، كنا بنطمح في اكتر من كده، وكنا بنطمح ان احنا نستحق ان احنا نفوز ونطلع مبسوطين، ولكن يعني ربنا ليه حكمه في كده. والبطوله السنه دي غريبه جدا جدا جدا، حصل فيها حاجات كتير مفاجاه، بنشوف طبعا منتخبات بتصعد ومنتخبات بتهبط، ما نعرفش الدنيا فيها ايه، لكن نتمنى في النهايه التوفيق لمنتخبنا المصري. حضرتك شايف ان ممكن منتخب مصر يوصل معلش هنطول على حضرتك، شايف منتخب مصر ممكن يوصل للنهائي او لا؟ المنتخب المصري ان شاء الله يوصل للنهائي طبعا، ده عشاننا كبير قوي قوي في ربنا، ان شاء الله يوصل للنهائي وتبقى مباراه كويسه ونفرح كلنا بالفوز للمنتخب المصري. يمكن النهارده وامبارح شفنا واحتفلنا بكره اليد، واحنا فزنا طبعا للمره التاسعه على التوالي، يعني للمره التاسعه في تاريخ مصر كره اليد بنفوز وبنحقق ارقام قياسيه، ان شاء الله ده يحصل السنه دي مع المنتخب. شكرا لحضرتك. العفو، ما اديش تاني. زي ما حضراتكم شايفين كل المشجعين مستنين منتخب مصر يلعب، وباقي 10 دقائق لبداية صفيرة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية، ولسه مازلنا مع حضراتكم في أسئلة المشجعين المصريين.
ونتمنى التوفيق باذن الله لمنتخبنا الوطني. ممكن نسال حضرتك على التوقعات تحت الماتش؟ نسال حضرتك على توقعات الماتش. ان شاء الله. طب هل شايف غياب محمد صلاح ممكن ياثر على المنتخب؟ لا، لما غاب اخر ماتش كان المنتخب احسن من غيره. يعني شايف غيابه ما ياثرش؟ زيزو ومرموش وعمدي مصطفى فتحي يقدروا يعوضوا غيابه. هو في المنتخب يعني عارف بيلعب على الواحد. وحضرتك شايف النهارده الماتش يخلص كام كام؟ ممكن نحقق نتيجه ايجابيه في الشوط الاول؟ اتمنى لان لو خسر 0-0 الشوط الاول هيبقى منعاد على نفسه، هيبقى صعب بالظبط. يعني نسجل جون او اتنين في الشوط الاول. طب حضرتك شايف ممكن منتخب مصر يوصل للنهائي؟ لو عندنا الدور ده هنكسب ثقه، والماتش الجاي قدام غينيا او غينيا الاستراليه مش عارف مين يتاهل النهارده. غينيا غينيا بيساو. ان شاء الله هنكسبهم ونوصل نص النهائي باذن الله. هل ممكن نعدي السنغال؟ ما هو يا رب كوتوفارت تكسب السنغال. ان شاء الله لو هم تاهلوا ان شاء الله هنوصل النهائي. ان شاء الله ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. زي ما حضراتكم شايفين مشاهدينا متابعينا ابو كبير، الاجواء مشتعله جدا هنا في الجزيره لانتظار صفيره البدايه لمنتخب مصر امام الكونغو الديمقراطيه بكاس امم افريقيا 2023 المقام حاليا بكوتوفوار. وادينا مستمرين في تغطيه الماتش. تقول لنا توقعاتك على الماتش ايه النهارده؟ 3-2 لمصر. 2-0 لمصر؟ 3-2 لمصر. مين هيجيب الاهداف؟ زيزو ومصطفى محمد تريزيجيه. ماشي. 2-1 لمصر. 2-1 لمصر. مين هيجيب الاهداف؟ مصطفى محمد وزيزو ان شاء الله. ان شاء الله. 2-0 لمصر. مين هيجيب الاهداف؟ تريزيجيه و اسمه الثاني مصطفى محمد. طب شايف غياب صلاح هيأثر على المنتخب؟ لا ما اظنش، المنتخب من غير صلاح او بصراحه لو جينا نبص دايما احنا رجاله. لو جينا نبص على الماتش اللي لعبها المنتخب من غير محمد صلاح هنلاقي ماتش ولا الا اللي احنا خسرنا فيها باذن الله. وخلي بالك اللعيبه كلها خدت دفعه معنويه من بعد صلاح برضه، واللعيبه كلها عايزه تعمل حاجه. هنشوف ماتش حلو. ما شكرا. كله عايز محمد صلاح يرجع بالبطوله. ان شاء الله يرجع بالبطوله ومصر تفوز. زي ما احنا شايفين مشاهدين ابو كبير ميديا في كل مكان، كل الصغار قبل الكبار يشجعونا ويهتفون باسم مصر، منتظرين صافره البدايه امام منتخب الكونغو الديمقراطيه. ما زلنا مستمرين في اسئله المتابعين. نسال حضرتك على توقعات الماتش. النهارده ماتش صعب جدا على مصر، سبب اجاني منتخب المتسبب غياب صلاح وغياب الشناوي، غياب امام عاشور النهارده، المنتخب كان كويسه، بس فيكتوريا مع المستويات التسجيل، دي حاجه ممكن تكون مؤثره. عوده النني النهارده مكان غياب امام، عوده النهارده بتروح للتشكيله، المنتخب محتاج ان هو يشوف حاجات في الدفاع، الهجوم يرجع يدافع مع اللعيبه، بدايه النهارده مكان مرموش. لا ان شاء الله النهارده هيكون على قد ما تواجد النني ممكن ياثر على منتخب. انت في وقت فراغ النني لعيب كبير اي حوار خلواني شاطر مستوى البطل الاخيره مش واخد حاجه، هو مش مشارك بقاله فتره طويله مع مصر، مش بيعملش كده. يجي عندنا يلعب مع مصر ازاي؟ حلوان يا عودة انضمام النني مش فاهم بسرعه. لو عايز تنهار لا حلوان. مصر تقدر تخلص كام كام الشوط الاول؟ ان شاء الله مصر الشوط الاول هتكسب 2-0 والماتش كله هيخلص 3 ان شاء الله. مين هيجيب الاهداف بتاعت الثلاثه؟ تريزيجيه ومصطفى محمد و... وربنا ان شاء الله هيكرم النهارده زيزو ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك. زي ما حضرتكم شايفين كل الاجواء مشتعله هنا، وكل الجمهور يتمنى فوز منتخب مصر وصعوده من دور الثمانيه. والنهارده بنذكر حضراتكم ان غينيا بيساو تغلبت على غينيا الاستوائيه في الدقائق الاخيره في الدقيقه 90 من وقت المباراه. وباذن الله بعد صعودنا وفوزنا اليوم ان شاء الله باذن الله بعد ما نفوز مباراه النهارده هنقابل او هنواجه منتخب غينيا بيساو باذن الله. ونتمنى عدم ملاقاه السنغال. نسالك على توقعات الماتش. ما تخافش ان شاء الله مصر هتكسب. هتكسب كام؟ 2-1. 2-1؟ هتكسب مصر كام؟ هتكسب 4-1. 4-1؟ مين هيجيب الاهداف؟ مصر. ماشي. مصر هتكسب كام النهارده؟ 2-0. مين هيجيب اهدافها؟
مين اللي هيجيب الاهداف؟ يا مصر طبعا. ماشي زي ما حضراتكم شايفين الاجواء مشتعله وناريه هنا في الجزيره، وكل الناس منتظره صافره البدايه، وباقي 5 دقائق فقط على بدايه صافره مباراه مصر والكونغو الديمقراطيه. ما زلنا مستمرين في لايفنا من قلب الجزيرة، وكل مشجعين النادي الأهلي والزمالك بصوت واحد شجع مصر، شجع مصر دائما وأبدا. أول بنك مصري لي 100 سنة، بنك مصري، ابن مصر. فكر نفسك جاية فين؟ أنا شايف قضية تانية. لو حاسس نفسك بتزوح، حلواني عمل لك كفتة إيه؟ زي ما حضراتكم عارفين النهاردة غياب صلاح مؤثر جدا، وكل الجماهير خايفة من غياب صلاح. عشان غيابه مهم جدا في التشكيلة، وبعد تلقيها الإصابة أمام منتخب الرأس أمام منتخب غانا وسفره لإنجلترا لليفربول لفريقه الإنجليزي لتلقيها العلاج الطبيعي، وبإذن الله سوف يعود بعد ما نوصل بإذن الله ونعدي ونتخطى الكونغو الديمقراطية. زي ما حضراتكم شايفين وما زلنا متابعين معاكم الاجواء الحماسيه هنا في الجزيره. وتبدا المباراه الان، وكل الناس تتمنى فوز منتخبنا المصري وباذن الله، وكل الناس تتمنى النهارده نعمل نتيجه ايجابيه امام منتخب الكونغو الديمقراطيه من مصر وجمهوريه الكونغو الديمقراطيه في دوره 19 من كاس الامم الافريقيه. بعد لحظات كبيره تحول الى الوطني في الشوط الاول، وفوز باذن الله بهدفين نظيفين. وفي غيب قادم